انتشروا مؤخرا عدد من الاخبار والفيديوهات العجيبه حول موضوع الزلزال الرهيب اللي ضرب جنوب تركيا، فيديوهات من مؤثرين في مواقع التواصل وحتى قنوات اخباريه رسميه. كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول نواه الارض حبست من الدوران وهذا الشيء علاش الارض كامله غادي تزلزل، كاين اللي كيقول مذنب اخضر دايز من تحت الارض هو سبب الزلزال، كاين اللي كيقول ان باحث هولندي كيقدر يتنبأ بحدوث الزلازل عن طريق مواقع الكواكب، وكاين حتى اللي يوصل ان زلزال تركيا هو عقاب مسلط ضد الساكنه في تركيا وسوريا من طرف اوروبا بسلاح الهارب الامريكي اللي كيقدر يتحكم في المناخ. في هذه الحلقه غادي نشوفوا منين كيجيو الزلازل بحال الزلزال اللي ضرب في جنوب تركيا ولا قبل منها في الحسيمه مثلا. غادي نسافروا في رحله عبر التاريخ باش نشوفوا واحده من اروع القصص في تاريخ العلوم اللي بها باش تعرف هذا الشيء. غادي نشوفوا كذلك القضيه ديال التوقع ديال الزلازل، واش يمكن للعلماء فعلا يتوقعوا الزلازل ولا يتفادوا الوقوع ديال الزلازل. قبل ما نبداو، هذه القناه وهذا الفيديو ماشي سبونسوريزي، والمحتويات ديالها كيحاولوا ما امكن الرجوع للمراجع العلميه المحايده اللي غادي تلقاوها في المصادر لتحت، وكذلك خلافا الفيديو اللي كتحاول تخلع المشاهد مثلا عن طريق المؤامرات ونهايه العالم، هذا الفيديو ما عمره غادي توصل لجوج ولا ثلاثه ديال المليون ديال المشاهدات. داكشي علاش السبيل الوحيد لاستمرار هذه القناه ماشي هو اشهارات المشاهدات، ولكن هو دعم المشاهدين في حالكم عن طريق موقع باتريون ولا عن طريق البوطونه ديال ثانك يو لا ميرسي اللي كاينه هنا اسفل الفيديو في يوتيوب. شكرا بزاف لجميع الداعمات والداعمين، هادشي غادي يعاون مثلا في الترجمه للعربيه ديال الاستجوابات بحال اللي درت مؤخرا مع نجود ميرانسي من وكاله ناسا مديره برنامج مشروع رجوع الانسان للقمر، ولا استجواب مع يوشوا بنجيول عبقري من اصول مغربيه احد المخترعين ديال الذكاء الاصطناعي الحديث. دير سبسكرايب في القناه باش يوصل لك الجديد، وشكرا مره اخرى اللي كيديروا يديهم. قبل ما نبداو كذلك، اذا كنت كتشوف هذا الفيديو كاين احتمال كبير انك كتشوفها اثر زلزال تركيا وسوريا ديال 2023. القلوب ديالنا مع الضحايا والمصابين، واللي يقدر يساعد بشي حاجه هذيك هي احسن حاجه. نبداو القصه ديالنا. كتبدا مع شينوزاكي، صياد في واحد الواد من الويدان ديال اليابان عام 1855. اليابان منطقه معروفه من ديما بالزلازل، ولكن حتى حد ما كان متوقع شنو غادي يطرى ديك الليله. شينوزاكي لاحظ واحد الحوته ديال الواد سمكه السلاور كاتفيش اللي ما كانتش طبيعيه مره، كانت كتركل بشكل عصبي غير طبيعي. شينوزاكي كان ديجا عارف انه في التراث الشعبي الياباني كاين علاقه بين سمك السلاور وبين الزلازل، وعرف ان الكارثه ما بقى ليها والو. ديك الليله غادي يموتوا 10000 ديال الناس، وغادي يتهجروا السكان ديال 14000 مبنى تدمروا في مدينة إيدو المعروفة اليوم بطوكيو. مورا داك اليوم المشؤوم، كلشي في اليابان غادي يدير بارتاجي لهاد المطبوعات نامازو إيه، منشورات كتروي الأسطورة ديال سبب الزلازل في اليابان، سمكة سلاور كبيرة تحت الأرض سميتها النامازو. النامازو حاكمو الإله تاكاميكازوشي تحت واحد الحجرة كبيرة وكيعس عليه كل نهار باش ما يهربش. ملي تاكاميكازوشي كيغفل، النامازو كيحاول يهرب من تحت الحجرة، وتما كيزعزع الحجره وكيزعزع الارض اللي فوق منها وكيطرى الزلزال الفوق. كل حضاره من الحضارات القديمه عندها قصه ولا اسطوره مرتبطه بالزلازل. طائر الرعد والحوت الكبير كيضربوا وكيسببوا الزلازل والتسونامي في امريكا الشماليه. في الهند الارض محموله فوق 4 ديال الفيوله اللي شادين التوازن فوق سلحفات اللي شاده التوازن فوق كوبرا، واذا اي واحد من هذه الحيوانات زعزع كيطرى زلزال الفوق. في اليونان القديمه بوزيدون احد الالهه 12 ديال البانثيون كان معروف عليه انه مره كيزعف وكيتنرفز كيغضب. بوزيدون عنده هذا الرمح الثلاثي التريدون، ملي كيزعف كيضرب به الارض وكيزلزل الارض. بزاف عبر التاريخ حاولوا يلقاو تفسيرات طبيعيه للزلازل بحال ارسطو مثلا، والفكره ديالو ديال ان الزلازل جايه من الهواء اللي كيخرج بالجهد من الجوف ديال الارض. ولكن القصه الحقيقيه ديال رحله كشف السر وراء الزلازل غادي تبدا مع واحد البطل اللي تقدروا تكونوا سمعتوا عليه حيت سميتو اليوم كاينه في اغلب المقررات الدراسيه، ألفريد فيغنا. القصه ديال فيغنا هي احد اروع القصص في التاريخ ديال العلوم، القصه ديال العالم اللي غادي يوضع احد اهم احجار الاساس في علم الجيولوجيا الحديث بلا ما يعترف به حتى شي حد في حياته على انه اصلا عالم جيولوجيا. ألفريد فيغنا في الاساس عنده دكتوراه في علم الفلك في الاسترونومي، وتعرف الاول ديال المسيره العلميه ديالو بالاشغال اللي كان دار في علم المناخ، كان من الاوائل اللي استعملوا بالونات الهيليوم لدراسه التيارات الجويه. تعرف كذلك بالرحلات الاستكشافيه الرائعه اللي دار لجرينلاند
ايامات كانوا كيضربوا دويره للقطب الشمالي بلا جي بي اس ولا وسائل الاتصال ديال اليوم. فيغينا كانت تجرح في الحرب العالميه الاولى وباش كان في السبيطار غادي يخدم على واحد الموضوع اللي غادي يولي مهووس به، فيزياء الارض، لا جيوفيزيك. فيغينا غادي يدير الملاحظه اللي بزاف منا داروها في الابتدائي ملي شفنا الخريطه ديال العالم. فيغينا غادي يلاحظ ان القارات ديال العالم دايرين بحال بيسات ديال البازل. امريكا اللاتينيه مثلا نقدروا نشدوها ونخشيوها في الاحضان ديال افريقيا بحال شي بيس ديال البازل. فيغينا غادي يبدا بشويه بشويه يجمع بيسات البازل ديال فكره اكبر واكثر جراه بكثير، زحزحه القارات. الفكره ديال ان القارات كانوا مجموعين في قاره واحده كبيره ومن بعد تفرقوا. هاد الصوره اللي كيبان فيها بحال كان يمكن الواحد يمشي من المغرب لكندا على رجلو بلا فيزا هي غير صوره توضيحيه، حيت هاد البلايص طرا لهم بزاف ديال التغيرات، ولكن الصوره كتبين الفكره. كانت قاره واحده ومن بعد تقسمت وتفرقات مع الوقت للقارات اللي كنعرفوا اليوم. بالنسبه للمجتمع العلمي في ذاك الزمان هادشي كان مستحيل. القارات في ذاك الزمان كانوا كيتعتبروا ثابتين في بلاصتهم، هما اصلا هما الاساس اللي كيتبنوا عليه الظواهر الجيولوجيه. واش يمكن الاساس ديال الارض يتحرك؟ لا. باش يجي واحد بحال الفريد فيغينا دخيل على الجيولوجيا عنده دبلوم في علم الفلك يقول ان قاره كامله، ملايين ديال الاطنان ديال الحجر والجبال والوديان والتضاريس، قاره كامله تحرك من بلاصتها، راه بحال كتعود على عالم الرسوم المتحركه ولا على شي خريف من الاساطير القدام. ما كانت حتى شي قوه طبيعيه معروفه تقدر تحرك القارات باكملها. فيغينا كان عارف هاد الشكوكيه اللي غادي تواجهه من المجتمع العلمي وانطلق في رحله طويله ديال البحث عن الادله. فيغينا غادي يلاحظ ان عدد من المستحاثات ديال النباتات وحيوانات اللي انقرضوا غادي تلقاهم في بلايص بحال كانوا عايشين في بقعه واحده ديال الارض ومن بعد الارض تقسمات على جوج. حيوان الميزوسور مثلا اللي كان واحد الغبتيل زاحف قديم كيعيش في المياه العذبه، كيعيش في الانهار والبحيرات، المستحاثات ديالو موجوده فقط هنا وهنا. فيغينا غادي يقول يمكن في الزمان فاش عاش الميزوسور كانوا هاد جوج ديال البقع هما بقعه واحده واللي هي اللي كانت الوسط الطبيعي ديال هاد الحيوان. نفس الشيء الزاحف واحد اخر سينوغناتوس. التفسير اللي كان كيتعطى لهذا الشيء هو انه كانوا قناطر كبار ديال اليابسه كيشاركوا بين القارات وبهم باش هاد الكائنات انتقلوا من قاره لقاره قبل ما هاد القناطر يتحللوا بفعل الامواج ديال البحار. ولكن ادله اخرى كان من المنطقي اكثر بكثير انك تفسرها بالحركه ديال القارات، مثلا الوجود ديال نفس النوع ديال الصخور بنفس الترتيب ونفس الخصائص على الجوانب بجوج ديال القارات، بحال تقول نفس السلسله الجبليه كتبدا في افريقيا ومن بعد كتنقز على البحر وكتكمل نفس السلسله في امريكا. جبال الاطلس الصغير مثلا في المغرب هنا عندها نفس التاريخ نفس الطبقات ونفس التركيب ديال جبال ابالاش في امريكا هنا والجبال اللي كاينين في انجلترا. هذه صعيب تفسرها بفرضيات القناطر حيت هادو جبوله صحاح واقفين على الاساس ديال القارات، ماشي مجرد حيوانات غادي يعديو ويدوزو من قاره لقاره في قنطره. المناخ القديم باكمله غادي تلقى مثلا ترسبات ديال النباتات اللي ما يمكن لها تعيش الا في المناخ الاستوائي، يعني المناخ اللي كاين هنا غتلقى ترسبات ديالها موجودين مناطق هنا قريبه من القطب الشمالي. اجب كائنات المناخ الاستوائي السخون للقطب الشمالي اللي كامل الثلوجات وجمع زول على اشعه الشمس. طبعا التفسير الارجح هو ان هذه المناطق اللي كاينه اليوم في القطب هي براسها كانت قريبه لخط الاستواء في الماضي. فيغينا غادي يتحمس لهاد الادله المتراكمه وغادي يجمعهم في كتاب غادي يخدم عليه مزيان، غادي يسميه دي اينشتاين دي كونتيننت اونت اوسيانا، اصل القارات والمحيطات. غادي ينشر الكتاب وغادي ينتظر بفارغ الصبر الجواب ديال المجتمع العلمي، والمجتمع العلمي ما غاديش يعطلو. فيغينا غادي يتعرض لاكبر تصرفيقه، المجتمع العلمي غادي يطلعها مزيان عليه وعلى النظريه ديالو. الفريد فيغينا مول القارات اللي غاديين ويحرثوا في البحر كي المحرات. غادي يوريكم مزيان على نقطه الضعف ديال الاطروحه ديالو، ان الميكانيزم ديال زحزحه القارات ما كانش معروف. شنو هي هاد القوه الخياليه اللي تقدر تدفع القارات باش يتحركوا من بلاصتهم؟ غادي يحقروا الفريد فيغينا لدرجه انه حتى شي جامعه ما غادي تقبل عليه يقري فيها، وحتى احد اكبر لي سبونسورز ديالو نسيبو بابا مراتو اللي كان احد المراجع في علم المناخ في المانيا غادي يقول له كون غير بقيتي ولدي في داكشي ديال البالونات الهيليوم. في نوفمبر 1930 فيغينا كان في رحله استكشافيه علميه للقطب الشمالي. الباحثين الزملاء ديالو في واحد المخيم غادي يتقضى ليهم المؤونه، غادي يمشي هو يجيب لهم الصخره. الفريد فيغينا مات باش كان راجع للمخيم الاخر.
مات معزول أيام بعد عيد ميلاده الخمسين في الثلج والضبابة ديال القطب الشمالي. الأبحاث ديال فيغانا غادي يبقاو منبودة لمدة عقود حتى الستينات من القرن الماضي، فاش غادي يفيق المجتمع العلمي وكل شيء غادي يكتشف أن فيغانا كان عنده الحق. وخا حتى حد ما تيقو في حياته، الاسم ديال ألفريد فيغانا غادي يتخلد كواحد من أكبر علماء الجيولوجيا ديال التاريخ وأحد المؤسسين ديال الجيولوجيا الحديثة. وخا الأدلة اللي قدمها فيغانا في حياته كانت بحد ذاتها قوية، ولكن في الستينات غادي يبداو يبانو أدلة جديدة دامغة. اللافا ديال البراكين اللي كتبرد وكتولي حجر، المعادن فيها اللي عندهم خصائص مغناطيسية كيوليو بحال إبرة مغناطيسية كتشير لاتجاه القطب الشمالي في اللحظة اللي تصوبت فيها الحجرة. يعني إذا مشينا حتى شي بركان جديد في ميريكان مثلا هنا وخدينا شي حجرة يلاه تصوبت، غادي نلقاو أن المعادن المغناطيسية اللي كاينين في الحجرة كيشيروا لهنا للجهة ديال الشمال. ولكن ملي كنشدو الطبقات الصخرية الأقدم وكنعبروا اتجاه المعادن المغناطيسية في كل طبقة، كنلقاو أنه حنا كنرجعوا للماضي والاتجاه كيولي كيتغير بشوية بشوية. الدراسة ديال الاتجاهات اللي كيشيروا ليها هاد المعادن المغناطيسية في الأحجار من القارات المختلفة غادي يبين أن التفسير الوحيد اللي كيوافق البيانات كاملة هو أن القارات براسهم تحركوا من بلايصهم عبر ملايين السنين. غادي تفهم كذلك داك الميكانيزم اللي كنحير فيغانا، منين كتجي القوة اللي كتحرك هاد القارات. غادي نعرفوا التركيبة ديال الجوف ديال الأرض اللي فيه نواة صلبة ديال الحديد والنيكل مغلفة بأحجار مذوبة، وقشرة الصلبة الرقيقة نسبيا هي اللي فيها القارات والقاع ديال المحيطات. الجزء السائل اللي كيتسمى الماغما فيه تيارات هما اللي كيدفعوا القشرة الأرضية وكيحركوها. أجي نشوفوا المزيد في واحد التجربة ولا ديمونستراسيون خفيفة اللي غادي نديروها فين كوزينة. عندي هنا حليب وعندي كولاكاو. الحليب كيمثل الجزء السائل ولا اللزج ديال الماغما في وسط الأرض، وغادي نخويو فوق منه كولاكاو اللي غادي يمثل لنا القشرة الصلبة ديال الأرض. فوق من هاد الشوكولات غابرة كاين المحيطات والقارات، وحدنا حنا واقفين فوق هادشي بحال شي ميلاد صغار. الأرض طبعا كروية بحال اللي شفنا في فيديو سابقة وما مصوباش من كوبل، هادشي غير ديمونستراسيون توضيحية. النواة ديال الأرض سخونة والحرارة ديالها بحال الحرارة اللي جاية من هاد البوطة، غادي تخلق لنا تيارات ديال الماغما في وسط الأرض. أجي نشوفو شنو غادي يطرى. التيارات ديال الحليب السخون لتحت كيطلعوا لفوق وكيحركوا لنا القشرة ديال كولاكاو، وغادي يتصوبوا لنا مناطق اللي القشرة الأرضية فيها كيتشققوا وكيبعدوا على بعضياتهم. المساحات اللي تشكلوا لينا هنا بكاوبيل هما اللي كنسميهم في الجيولوجيا تكتونيك بليتس، صفائح تكتونية. القارات اللي كنعرفوهم ما هما الا الجزء البارز اللي خارج فوق الماء ديال هاد الصفائح. هاد الحركة البطيئة اللي كتشوفوا ديال الشكلاط هي كترف الارض عبر ملايين السنين. اروع الادلة على ان فيغانا كان عنده الحق وان القارات كيتحركوا فعلا هو المسح ديال اشنو طاري في القاع ديال المحيط الاطلسي، والاكتشاف ديال الشروخ بحال شفنا في كوبيل موجودين في القاع ديال المحيط، فيهم براكين كتخرج منهم لافا اللي كتشكل صخور جداد كيدفعوا الصفيحة ديال افريقيا وكيبعدوها من الصفيحة ديال امريكا الجنوبية. هذه صورة ديال الحدود ديال هاد الصفائح ديال الارض. كاع هادشي اللي شفنا يلاه قشرنا به السطح ديال علم الجيولوجيا. الادلة اللي كتثبت نظرية تكتونية الصفائح والحركات ديال القشرة الارضية هي ادلة كثيرة بزاف ومدعومة بفروع مستقلة لا حصر لها ديال العلوم. القدرة التنبؤية ديال الجيولوجيا هي هائلة. نظرية الصفائح كنقدروا نعرفوا بها مثلا فاش من بلايص نقلبوا على البترول ولا على الفحم ولا على الغاز الطبيعي. ولكن اجي نشوفوا مثال ديال تنبؤ اخر نقدروا نديروا بهاد النظرية ديال تكتونية الصفائح، واللي هو الموضوع ديالنا الزلازل. شفنا قبيلة كيفاش الصفيحة الامريكية والصفيحة الافريقية كيبعدوا من بعضياتهم، ياك الصفيحة اللي كتبعد هي كتتحرك لشي جهة أخرى، وضروري غادي نلقاو بلايص اللي فيهم صفائح أخرين كيدخلوا في بعضياتهم، بحال الصفيحة الهندية مثلا. الصفيحة الهندية كتدخل في الصفيحة الآسيوية بوتيرة ديال 5 سنتيمترات في العام. 5 سنتيمترات في العام تقدر تبان كيوالو، ولكن على مدى ملايين السنين هاد الحركة الدائبة نتجت عليها سلسلة جبال الهيمالايا العظيمة. غادي نلقاو كذلك مناطق اللي جوج صفائح كيتحكوا جانبيا مع بعضياتهم، بحال
بحال مناطق في تركيا الموضوع ديالنا اللي غادي نرجعوا ليه، ولا اخدود سان اندرياس العظيم في كاليفورنيا. وهذه المناطق ديال الاحتكاك غادي يكونوا طبيعيا فيهم بزاف ديال الزلازل. تخيل معي ان هذا الطرف ديال البيمو هو جزء من صفيحه، يعني هنا شد في يدي ملايين الاطنان ديال الحجر، وهذا جزء من صفيحه واحده اخرى حتى هو دونك فيه ملايين الاطنان ديال الحجر، جبولة وتلال وهيدا. دابا تخيل كل صفيحه باغا تمشي في اتجاه، ياك هادي باغا تهبط وهادي باغا تطلع، شنو غادي يطرى؟ غادي يتشكل واحد الضغط كبير بين هاد جوج ديال الصفائح في المنطقه ديال الالتقاء ديالهم، وهاد الضغط كل مره غادي يبقى يتجمع حتى يتحرر على شكل طاقه هائله اللي هي الزلزال. طبعا هاد الحركه اللي درت بديمو درتها بزربه، ولكن في كوكب الارض كطرى على مدى ملايين السنين. كل زلزال هو واحد دك 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 صغير اللي كيقدر يحرك جزء من الصفيحه لمسافه سنتيمترات ولا امتار في كل مره. تراكم على مدى ملايين السنين ديال الحركه الناتجه على هاد الزلازل هو اللي كيعطي هاد الحركه ديال الصفائح والقارات. هادشي كيعطينا تنبؤ دقيق ديال فين خاصنا نلقاو الزلازل كيطراو على سطح الارض. توزيع ديال الزلازل على الارض اذا كانت نظريه تكتونيه الصفائح صحيحه ما غاديش يكون عشوائي. إذا شدينا الخريطة ديال العالم خاصنا نلقاو أغلب الزلازل موجودين في الحدود ديال الصفائح، ولكن أجي نرجعو للور ونفكرو واحد شوية. ماذا لو كانت الزلازل ما نتجاش على حركة الصفائح وتيارات الماغما اللي كتدفع الصفائح بشوية بشوية؟ ماذا لو كانت الزلازل نتجة مثلا على سمكة نامازو المحبوس في اليابان؟ فين المفروض نلقاو الزلازل كيطراو؟ حول اليابان مثلا، في المناطق اللي كيعيش فيها سمك السلور. ماذا لو كانت الزلازل نتجة على غضب الإله بوزيدون مثلا، بحال في الميثولوجيا الإغريقية؟ فين المفروض غادي نلقاو الزلازل كيطراو؟ في مدن في اليونان اللي كانوا خصوم ديال بوزيدون بحال مدينة تروي، في مدن العالم اللي ما كيعترفوش ببوزيدون. أجيو نشوفوا توزيع الزلازل اللي تم الرصد ديالها على الأرض. هذا موقع ديال قاعدة بيانات ديال الزلازل، راه نشوفوا فين جاوا الزلازل اللي طراو البارح مثلا. دونك لاحظوا انه طرا 191 زلزال بين البارح واليوم. اجيو دابا نرسموا الحدود ديال الصفائح التكتونية، ها هما مرسومين، ودابا غادي نزيدوا نحطوا فوق منهم الزلازل اللي طراو في 3 شهور اللي دازت، 30 سنة اللي دازت. أغلبية ديال الزلازل كيتراسيو بالضبط الحدود ديال الصفائح التكتونية تماما، بحال اللي كتنبأ نظرية تكتونية الصفائح. زلزال تركيا هو واحد من هاد الزلازل اللي طرا في منطقة زلزالية نشطة فيها الالتقاء ديال ماشي غير جوج ولا ثلاثة بل أربعة ديال الصفائح التكتونية، واحدة من أعقد المناطق التكتونية في العالم. ماشي أول مرة ولا آخر مرة كيطرى زلزال مدمر في هذه المنطقة ولا أي منطقة من المناطق النشطة زلزاليا في الأرض. بدراسة الصفائح وتقدير الضغط والوضعية بمناطق التقاء الصفائح، العلماء يقدروا يتنبؤوا بحدود الزلازل، ولكن فقط إحصائيا وعلى مدة طويلة. يعني غادي يقول لك مثلا المنطقة الجيولوجية الفلانية جا وقتها باش يطرى فيها زلزال كبير في 200 سنة القادمة. ما يقدروش يحددوا بالضبط النهار حيت كاين بزاف ديال العوامل داخلة، بحال شي كاس كيعمر بقطار صغار. العلماء يقدروا يعرفوا انه غالبا قريبا غادي يفيض داك الكاس، ولكن صعيب يعرفوا بالضبط القطره بالذات اللي غادي تفيض الكاس. الزلازل بالتكنولوجيا اللي كاينه اليوم مستحيل التنبؤ بها ومستحيل التجنب ديالها. الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديروا هي الاستعداد ليها، اننا نسمعوا العلماء الجيولوجيا والتوصيات ديالهم في الطريقه ديال البناء ديال المباني والسياسات العامه وتوعية الناس باشنو نديرو في حالات حدوث الزلازل. في مناطق متقدمة في هذا الشيء بحال اليابان ولا كاليفورنيا اللي كيعتمدوا تكنولوجيا الزلازل، العلم ساهم في الإنقاذ ديال مئات الآلاف من البشر والتأمين ديالهم. أجي نشوفوا هذا الشيء بتفصيل أكثر في هذا المبيان. هذا المبيان كيسجل عدد ضحايا الزلازل في اليابان على حسب قوة الزلزال. السنوات القدام كاين على اليسار، والسنوات الجداد كاينين على اليمين. الشدة ديال الزلزال على مقياس ريختر مسجلة هنا. عدد الضحايا مثل بلاطاي الحجم ديال كل نقطة. هذا زلزال طرا في 1961 كانت الشدة ديالو 7 بمقياس ريستر، ماتوا فيه 8 ديال الناس. هذا زلزال طرا في 1923 الشدة ديالو 8.3، ماتوا فيه 143 ألف ديال الناس. لاحظوا كيفاش في اليابان مع مرور الوقت الزلازل واخا الأكثر شدة ما بقاوش كينتجوا عليهم ضحايا أكثر بفعل تطوير البنية التحتية ديال اليابان. الشدة ديال زلزال تركيا الأخير جات هنا،
يعني كاع هاد الزلازل في اليابان اللي كاينين هنا كانوا اشد من زلزال تركيا الاخير، ومع ذلك الضحايا كانوا قلال رغم ان اليابان مكتظه والكثافه السكانيه ديالها عاليه. نفس الشيء في شيلي، عدد كبير من الزلازل الحديثه ذات شده فايته الشده ديال زلزال تركيا الاخير خلفوا ضحايا قليله، بينما في تركيا الزلازل اللي عندهم شده كبيره مازال في العقود الاخيره كيسبوا اعداد هائله من الضحايا بسبب ضعف ملائمه البنيه التحتيه. الزلازل هذه ملايير السنين هما كيطراو فوق كوكب الارض وما غاديش يحبسوا ولا يبدلوا بلايصهم على ود الانسان، ولكن اللي تغير في السنين الاخيره هو ان كوكب الارض اللي كان فيه بضع عشرات الالاف ديال البشر ولا دابا فيه 8 ديال الملايير ديال البشر، بشر اللي في احيان كثيره كيبنيو بشكل غير امن في اماكن مكتظه، كيتجاهلوا توصيات العلماء ولا كيمارسوا الغش والفساد في البني وفي السياسات العامه، ضحايا اللي نقدروا نتفادوهم بالعلم.